معروفات. طيب صرحت همينة على فنانين من عندهم اياد راضي مثلا، قلت عليه ممثل لكنه يقلد ماجد ياسين. لا اياد راضي ممثل. انت هيك قايل. اي قايل صح. انا ما شفته، قال انا حاتبته، قلت له ما، قال لي ما قلد، يعني بس يقلد طريقه حكي الدغلات. شلون مثلا؟ باي يعني قبل اي سابقه مسلسل عبارك ماجد ياسين حتى قايل قلت شو ماجد ياسين. انت قلت له مزعل منك؟ مستحيل. لا بالعكس بالعكس، يا راضي صديقي تقبل الموضوع اخي كلش. اكو فنانين يقلدوك انت؟ اكو حسان دعدوش يقلدك؟ اي يقلدني. سيزعل حسان دعدوش. حسان دعدوش يقلد قلد كل، يقلدني في مسلسل بشاه كله بصوتي على حكاياتي. قلت له ليش قلدتني؟ لا ما قلت له. لسه راح يسمعها؟ يسمع يضحك 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 يضح